السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي صمويل العشاي، صحفي مصري، مسيحي الديانة، مسلم الهوى، مصر الهوية. أنا كنت جاي النهاردة بس عشان أغطي كصحفي، ولكن المهندس عادل فخري دانيال أبلغني برسالة حابب يوصلها ليكم، وأنا بنقل ليكم الرسالة دي. هو بيتكلم بصفته المنسق للضباط الأحرار، بيقول لكم إنه ثورة 25 يناير هي ثورة تصحيح لثورة 23 يوليو. عايز أقول لكم إنه هم مجموعة ما بيسعوش للكراسي، هم مجموعة بيسعوا للإصلاح، لإصلاح البلد بشكل حقيقي، وإنه هم مجموعة خدت على عاتقها من أول يوم نزول الميدان 28، معرفش أنتوا عارفين ده ولا لأ، بس واضح انه المنسق بتاع الجلسه مش مهتم بكلامي وداخل في مناقشه جانبيه والكلام لا يعنيه خالص، فده طبعا مش من اداب الجلسات. بالظبط. اسمع في واحد ممكن انا بعد اذنكم اقف ساكت لحد ما خلاص هم كلام؟ جوليا سامعينك. احنا سامعينك. اتفضل يا فندم. حضرتك اتكلم. لا لازم أعيد تاني. المهندس عادل فخري دانيال بصفته المنسق أو المتحدث باسم الضباط الأحرار بيبلغكم إنه ثورة 25 يناير هي ثورة الشعب المصري، هي سنة تصحيح لثورة 23 يوليو، وإن هما مجموعة ما بيسعوش للمناصب أو للكراسي، هما عايزين إصلاح حقيقي. واحد اتنين، الجمعة اللي جاية هتكون جمعة تكاتف وتكافل ما بين المصريين، هتكون جمعة حب حقيقية. احنا مش عايزين ندخل في مواجهات مع حد، وخاصة المجموعات الأقل ذكاء. وتبتز شوية بحاجات انتوا عارفينها. اللي أنا عايز أقوله إنه مش هنسمح بأي مواجهات من أي شكل احنا كمصريين، ومش هنسيب الجمعة اللي جاية تبوظ. هيكون يوم مصري عظيم في ميدان التحرير، هنفطر مع بعض كلنا كمصريين. هنبدأ زي ما قال الدكتور بعد الظهر من الساعة 4 نبتدي نجهز. أي حد هيحاول يعمل حاجة تاني هيبقى يعني هيبقى خارج الاقتراح بتاعنا، ده اقتراح احنا بنقوله بس. لازم كلنا نتكاتف بشكل حقيقي لإخراج انتخابات مجلس الشعب اللي جاية بديمقراطية حقيقية، ولازم الشباب يمثلوا لأن هم أصحاب الثورة الحقيقية. زي ما قالت الدكتورة، كان كل واحد فيكم نازل في الميدان كان هو مشروع شهيد، ده كلام حقيقي. لازم اللي يمثل ال 65% من سكان مصر هم الشباب، لازم اللي يمثل المصريين في المجلس أو المجالس الشعبية اللي جاية يكونوا الشباب. عايز اقول لكم ان العالم دلوقتي داخل على كساد اقتصادي غير عادي، وفي امم كتير هتنهار، وكله هيبدا من الصفر. احنا بنامل ان تكون ثوره 25 يناير هي بدايه حقيقيه لينا كمصر، ان احنا ننطلق ونستعيد دورنا القديم كقوه عظمى في العالم. زمان احنا كنا بنقود العالم في فتره لم تكن في امريكا او غير امريكا. خلينا نستفيد من 25 يناير ومن تكاتفنا كلنا ان احنا نعمل حاجة بشكل حقيقي. المفروض ان احنا نتجمع في كيان واحد. الكلام اللي قاله الدكتور ممدوح حمزة ده كلام فعلا حقيقي. احنا لازم نتجمع، احنا بنصاق وبنشرزم، واللي حصل دلوقتي قبل ما نبدأ كلمتي خير دليل. لو المجلس العسكري عايز يعمل فيكو حاجة مش هيعمل حاجة فيك غير اللي انتوا عملتوه دلوقتي، مش هيعمل فيكم غير ان هو يشرزمكم وتتخانقوا، وبعد كده يقول لك اصله شويه شباب بلطجيه بيضربوا بعض. ده اللي كان بيحصل في ميدان التحرير. المجلس مش انتوا اللي بتعملوا ده، انتوا بتخدموا اللي عايزه عدوكم الحقيقي. انا عايز اقول حاجه اخيره بس، انه خلينا نخلي شهر رمضان انه شهر التحضير للمعركه الكبيره. معركتنا الكبيره هي الحفاظ على الثورة 1-2، العمل والاجتهاد. خلونا نبدأ بشكل حقيقي الفترة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ طارق صباحي.